أما السؤال الآخر المتعلق بسؤال الأخ وهو الحديث المشهور الذي رواه أبو داود في سننه أن أبا بكر كان جالسا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فساب أبا بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه ساكتا فحين أغضب أبا بكر سبه أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلاحق أبو بكر فسأل عن ذلك قال لم تزل الملائكة تنافح عنك حتى سببته فلما سببت حضر الشيطان فلم أكن لأقعد بينكما. وهذا الحديث في إسناد لين ولكن فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان يحلم على من يسبه ويعفو ويصفح، لأن الله جل وعلا قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا. وقد كان مصطح ابن خالد أبي بكر الصديق وكان ممن يشيع الإفك على عائشة، وحين بلغ أبا بكر ذلك قال والله لا أنفق على مصطح أبدا، وكان أبا بكر هو الذي ينفق عليه، فأنزل الله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فكان أبا بكر يقول والله بلى والله يحب أن يغفر الله لي، فعاد النفق على مصطح مع أنه كان يشيع قصة الإفك على عائشة وكان مقربا من أبي بكر وكان أبو بكر ينفق عليه، فاجتمعت عدة عوامل تمنع من وجود هذا الحدث من مصطح ذاته، ومع ذلك قال أبو بكر والله ما أنفق عليه أبدا، فأنزل الله جل وعلا بأنهم يعودون في ذلك. ومصطح رضي الله عنه وإن كان قد خاض في ذلك فهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم. والعفو محمدة ومنقبة وليس في ذلك غضاضة ولا ذل، لأن الله جل وعلا يحب ذلك. وذاك ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. الأمر الثاني فيها الحلم على السب المخالف، الإنسان مدما شرع في مسابة الناس ومهاترتهم ومجاراتهم على كذبهم وعلى فجورهم نزل قدره وقلت مكانته، لأنه لا ينزل إلى قدر السفهاء إلا من في عقله شيء، الإنسان يترفع عن السفهاء وعن كذب حتى لو كذبوا. نعم لا بأس أن الإنسان يدافع عن نفسه، ولكن لو سكت لم يكن ذلك عليه حرج، خاصة إذا جاء الكلام من سفيه، لأن الله قال الخبيثات والخبيثون الخبيثات، أي الكلام الخبيث لا يصدر إلا من الرجل الخبيث، والكلام الطيب لا يصدر إلا من الرجل الطيب. وقد كان طائفة من الناس يطعنون في الشافعي في عصره ويتكلمون فيه، حتى قال واحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان رجل مثل إبليس اسمه محمد ابن إدريس. كان الشافعي رحمه الله تعالى يصبر على أذية هؤلاء، وكان يعاتب لماذا لا يرد عليهم، فكان يقول قالوا سكت وقد خصمت، فقلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفي أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. العامة يعتقدون بأنه إذا ما رد على المخالف كان هذا دليلا على انهزاميته أو دليلا على صدق قول المخالف فيه، وهذا لا أصل له. كما أن بعض السفهاء من الجهال الآن والمتخذين مضلين عضدا قد يدعو إلى مناظرات الآن، بمعنى إذا ما نظرتهم يعتبرونك مهزوما أو أنك ما قمت ما عندك قدرة على ذلك، وهذا غير صحيح، لأن المناظرة تكون بين المتماثلين ما تكون بين الرجل الجاهل وبين الرجل العالم. ولذلك لما قيل للإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى إن الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل قال ومن الكرابيسي،
أخذ الكرابيسي، إنما يتكلم في الناس أمثالهم، يتكلم في الناس أمثالهم. وذلك لما جرت الفتنة في عاصف في قال الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانتدب هذا الخطبة خطيب مسجد جاي ناظر ابن تيمية، فكان يتكلم و بحضرة شيخ أساس، شيخ أساس جالس وساكت، وبجوار ابن تيمية أخوه وما كابر العلماء أيضا، ويريد أن يناظر ابن تيمية، لأنه لو ناظر ابن تيمية ارتفع قدره عنده. شيخ أساس تركه، هذا رجل سفيه لا يستحق كلاما ولا مناظرة. فرد عليه أخو ابن تيمية قال: أنت ناظر شيخ الإسلام، أنت أكتب لك حديثا في الصحيحين وشيئا من شعر عنترة ما تميز بينهما، أنت تناظر شيخ الإسلام؟ فسكت هذا وانخنس. هذا رد على أمثال هؤلاء من السفهاء اللي يتطاولون على العلم ونظراتهم، جاهلة لا يفهمون شيئا في العلم، ولكن أحيانا يتقوون بالسلطان أو بغير السلطان، كما قال عنهم الشاعر: ما عندهم عند التناظر حجة، أن بها لمقلد حيراني، لا يفزعون إلى الدليل، وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان. وإذا غلبت سيرجع عن الحق، هو مستأجر عميل، هذا لا يرجع عن الحق الذي هو عن الباطل الذي هو عليه، لأنه مستأجر في هذه الدعوة، في هذه الأذية، لم يكن باعثه الحق، ولم يكن باعثه يوم من الأيام هو الدين ونصرة هذا الحق. ومن ثم كان طوائف من رؤوس أهل البدع في عصر الإمام مالك، في عصر يحيى بن سعيد، في عصر الإمام أحمد، يدعون إلى المناظرات ويدعون إلى المناقشة وإلى الحوار، كان السلف يرفضون ذلك لأنهم لا يريدون الحق. حين جاء رجل من مالك قال: يريد أن أقرأ عليك قرآنا، قال: لا، قال: آية، قال: ولا آية، وإن قرأت سوف أخرج. ما عند مالك حجة في الرد عليه، عنده حجة، لكن هذا لا يريد الحق ولا يبحث عنه، إنما يريد التشويش والقذف بالبدعة في قلوب الناس، وهو باق على ما هو عليه. الإمام أحمد ناظر وناظر وناظر ولا رجع أحد من أهل البدع على ما هم عليه، فذلك بعد ذلك كان الإمام أحمد يناظر، وكان يدفع في صدورهم بأنه لا حاجة إلى مناظرة أهل البدع. ثم أن ليس كل من دعا المناظرة نوظر، ودل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم، ما خلف ناظريهم، فأولئك الذين سمى الله، أي فهم الذي يقول ابن زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. صبيغ والإسناد الصحيح عند عبد الرزاق وعن مالك كان يسعى على متشابه من القرآن، إذا صعد عمر على المنبر قال: ما معنى والذاريات؟ عمر ما يعرف والذاريات، صغار طلبة العلم يعرفون والذاريات، كان عمر ما يجيبه، يعلم أنه ما يسأل تفقها إنما يسأل تعنتا. فرأى عمر أن في رأس هذا شيء من الشبه، ولا دواء له إلا بمعالجة رأسه، فإن الشياطين في رأسه، فنزل عمر وأخذ الدرة وضرب على رأسه حتى أدمى الرأس وسال الدم، وذهب به إلى العراق وكتب به إلى عامل أبي موسى، قال: إذا طاف فابعث به إلينا. فلما رجع إلى المدينة مرة أخرى بعد مضي بضعة أشهر قال: لا أعود يا أمير المؤمنين. قال: نعم، إن عدت عدنا، نعم، إن عدت عدنا. هذا دواء أهل الأهواء، هذا دواء أهل الأهواء، ليس كل أحد يدعو المرأة يناظر. وذلك جاء رجل إلى ابن عباس يسأل عن الأنفال، ما الأنفال؟ قال: أنفال الغنائم. قال ابن عباس: ما الأنفال؟ قال: تريد أن أصنع بك كما صنع عمر بصبيغ؟ فغضب عليه ابن عباس ولا أجابه، قال: أخبرك عن أنفال كذا، تريد مرة ثانية تسأل ماذا تريد من ذلك؟ أخبرك عن أنفال لأن المغان. ثم عاد السؤال، قال: أريد أن أصنع بك كما صنع عمر بصبيغ. وهذا روى عبد الرزاق بسند صحيح، ولهذا نظائر، والحديث عن هذا يطول. ومن ذلك قول الشاعر أيضا: يخاطب السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. فهذا الثالث من هذا الخبر أن السكوت عن المرادة هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو بكر ساكتا كان جالسا، فلما رد عليه أبو بكر نهض النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع
أن الملائكة يدافعون عن المحق ولو سكت. أن الملائكة يدافعون عن المحق ولو سكت، وليس هذا خاصا بأبي بكر، بل هذا عام في كل المظلومين من المسلمين. وقد قال الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذه الآية عامة لكل المسلمين، فإن الله جل وعلا يدافع عنهم. والله جل وعلا لا يتخلى عن عباده المظلومين، ولكن الناس يستعجلون، يريدون النصر ما بين عشية وضحاها. الفائدة الخامسة أن الشيطان بالسباب يحضر، ومن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أكن لأجلس وقد حضر الشيطان بينكما. وأنبه إلى أن الرجل قد يرد على مخالفه فيكون في البداية مظلومة ثم في النهاية يكون ظالمة، لا يزال يعتدي ويسبق، فلان ظلمني وفلان قال في كذا وكذا، ويتحدث ويتحدث ويتحدث. في البداية كان مظلومة وفي النهاية كان هو الظالم، كان هو الظالم لأنه تجاوز القدر المحدد له. نعم.